المجتمعات المعاصرة الحديثة تعتمد على محفزات أكثر مما هي معيقات. الانتماء الطائفي والانتماء القبلي هما أحد العوائق الكبيرة في العملية الديمقراطية والعملية السياسية الحديثة في المجتمعات المفتوحة والتي تنشد التطور والتقدم. الانتماء القبلي في بلدنا هو عنصر وافد كما هو الطائفي. السائد في البحرين هي المجتمعات العائلية سابقا والاجتماعات العائلية المنتجة وليست المتكلة على الغير. احنا الحقيقة اليوم اللي ننشده مجتمع ديمقراطي منفتح على الغير، عماده حقوق الإنسان، التمتع بالحريات كافة، هي المحفزات الأساسية في العملية الديمقراطية. أما الاعتماد على القبلية والعشائرية هذه تجزئ المجزأ وتقسم المقسم وتعتمد على ولاءات ما قبل الدولة. ما قبل الدولة هو السائد. هذه الانتماءات القديمة تجاوزتها الأمم لأنها كانت عائق أمام التطور. اليوم هذه لما تتبع أو تشجع من قبل بعض المراكز العليا للأسف الشديد تكون حافزا على التخلف وعدم التقدم. والدليل أمامنا أن هي لعبت دورا كابحا لعملية التطور حتى الاقتصادي منها. اليوم أغلب الشركات في البحرين الانهيارات التي تصيبها أو عدم تقدمها وأحيانا حتى حالات الإفلاس التي تصيبها هو جراء تمركز قيادات إدارية معينة فقط لعوامل طائفية أو قبلية أو ولاءات صغيرة جزئية وليست اعتبارات الكفاءة والنزاهة والإخلاص للعنصر الوطني وعنصر تقدم هذا الوطن. في كل الأحوال هذا الوطن يستحق منا الكثير، يستحق أن نبذل ما بوسعنا أن ننشد تطوره وتقدمه عبر الابتعاد عن هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية حتى نجاري الأمم ونسابق المجتمعات التي أكدت على رسوخ انسجامها ووحدتها وتقدمها وأعطت فرصة لكل الكفاءات أن تسهم في بناء متعدد الأوجه يبني على ما تراكم من إنجازات حققها الآباء والأجداد. العملية السياسية الحديثة والتي نأمل أن نتجه لها بعد يعني الخروج من هذه الأزمة إن شاء الله يجب أن تبنى على حقوق المواطنة والمساواة والتكافؤ بين الجميع والمساواة وعدم التمييز بينهم. لأن الحقيقة طالما المجتمعات بقيت مجزأة وتسود فيها المسائل التكتلات القبلية والعشائرية والجندرية والعنصرية لن تحقق المجتمعات وحدتها وانسجامها. لا، الخطوات التقدم الاجتماعي والاقتصادي لا تتحقق إلا بوقوف الدولة والسلطات المسؤولة بمساواة عن بمساواة وتعامل نزيه وكفؤ عن جميع العناصر المكونة في المجتمع وأن لا تنحاز لأي منهم أو تقصي فئة منهم لأن هذا لا يحقق العدالة ويكون لبنة لبقاء الخلاف والاختلاف الدائم بين المجتمع. شكرا جزيلا.